مستمرة هنا على أرضية هذا الميدان وشوطنا هنا المنطلق، شوطنا 24 في مجموع الأشواط، وشوطنا 24 والخاص بهذه الانطلاقات والتحديات مع الإبكار هنا مع أشواط الإنتاج والمنتجين. نسير معكم بهذه الانطلاقة، نسير بهذه التحديات الجميلة ونتابع هذه المسيرة هنا بهذه التحديات. صدارة هذا الشوط والمقدمة والمركز الأول هنا طبية لحمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، من تنطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، بينما من الجانب الآخر هناك انذار لسعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الاجتبي والمتسللة هنا الشايبة سعيد بن سالم بن نايع بن سالم الغفلي، بينما هناك التسلل الآخر من الجانب الآخر مذيار علي بن محمد بن حليس بن راشد الاجتبي، وهنا تأتينا زاهية محمد بن السير بن يطبع العامري وشعاري بن قران سلطان بن مساعد بن قران، هنا ايضا مع الغزيل هنا لمساعد بن سويري بن قران المنصوري، من تنطلق بهذه الانطلاقه وبهذه التحديات الجميله والمتسلله مداهمه لسيف بن عبيد بن هنا بالحلوس العامري، من تاتينا سابعا وعلى المركز الثامن، المركز الثامن والمنطلقه مرمره من الجانب الاخر، مرمره لاحمد بن سهيل بن بطي العيالي المهيري المنطلقه من الجانب الآخر، يقدمها أبو سعيد بهذه الانطلاقة والقادمة القادمة عبير أحمد بن علي بن عامر هنا أيضا المنطلقة، أو هنا منصورة لسالم بن محمد بن سالم العفاري، من تأتي بهذا الانطلاق والشعار هنا الصايلة لسعيد بن عثة بالخزاعة العامري قادمة على عشر المراكز، هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى هنا المنطلقة، ولكن هنا الصدارة مع هنا طبية على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل. هناك الشايبة الشايبة لسعيد بن سالم بن نايع بن سالم بالشاوي الغفري، من تنطلق بهذا الانطلاق الجميل والقادمة، هنا زاهية محمد بن سهيل بن يطبع العامري، ومن الجانب الآخر من الجانب الآخر والمتسللة والمندفعة هناك والقادمة انذار لسعيد بن مهير بن سعيد بن ساري الاجتبي، ووصلت هنا مداهمة لسيف بن عبيد بن حلوس العامري قادمة بها هذا الانطلاق الجميل على خامس المراكز. والمركز السادس هنا شيبوبة عبيد بن سعيد بن علي هنا أيضا بن صرود المنطلقة بهذا الانطلاق، وهنا تأتينا الغزيل الغزيل مساعد بن سويد بن قران المنصوري قادمة بهذا الانطلاق والتحدي، وهناك مرمرة مرمرة لأحمد بن سهيل بن بطي العيالي من الجانب الآخر المهيري منطلقة بهذا الانطلاق الجميل والقادمة القادمة الصائلة سعيد بن عثة بالخزاعة العامري متسللة بهذا الانطلاق الجميل، وهنا منصورة لسالم بن محمد بن سالم العفاري تأتينا توسعا. والمركز العاشر هناك شعار بن معتوق من الجانب الآخر حمدان بن محمد بن معتوق العامري، من تنطلق بهذه الانطلاقة الجميلة هنا مع اعتبار بهذا الانطلاق، ها هي الأسماء المنطلقة، ولكن هنا الشايبة الشايبة لسعيد بن سالم بن نايع بن سالم بشاوي الغفلي على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، وصدارة هذا الشوط تسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المقدمة، بينما زاهية محمد بن سهيل بن يطبع العامري على المركز الثاني، طبية على المركز الثالث حمد بن راشد بن حمد بن غدير الاجتبي، المركز الرابع مداهمة لسيف بن عبيد بن حلوس العامري القادمة، وهنا تأتينا الغزيل هذا الانطلاق المميز الجميل هنا لغزيل القادمة لمساعد بسويل بن قران المنصوري القادمة بهذا الانطلاق والتحدي الجميل، وشعار بن معتوق هناك حمدان بن محمد بن معتوق العامري قادم هنا بهذا الانطلاق الجميل هنا والتحديات، ولكن الصدارة 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 مع الشايبة سعيد بن سالم بن نايع بن سالم هنا بالشاوي الغفري، من تأتينا بهذا الانطلاق وبهذا التحدي الجميل، الله طبي
الشعبية على المركز الثاني حمد بن راشد بن حمد بن غدير اللي تبي، وهنا زاهية حمد بن السير بن يطبع العامري القادمة بهذا الانطلاق الجميل. الله الله التحديات والغزيل لغزيل لغزيل لمساعد بن سويد بن قران المنصوري قادمة ايضا هنا متتسلل بهذا الانطلاق والقادمة اهتمام سالم بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي ايضا قادمة بهذه الانطلاقة، ولكن التحديات الاخيرة الاخيرة والشايبة لا زالت على الصدارة، الشايبة واهتمام، الشايبة واهتمام تتسلل من المراكز الخلفية تنطلق الى الصدارة، اهتمام لسالم بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي من تنطلق على المقدمة على المركز الاول وصدارة هذا الشوط بهذا الانطلاق الجميل. تهانينا والناموس سلام مصانع الجنوب، سلام لاهالي القوع، سلام واهالي الرقيعات على هذا الفوز المميز مع اهتمام لسالم بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي المركز الثاني. وصلت الشايبه سعيد بن سالم بن نايع بن سالم بن شاوي الغفري المركز الثالث، قزلان لمساعد بن سويد بن قران المنصوري المركز الرابع. وصلت هنا انذار او هنا القادمه هذا الانطلاق والتحديات مداهمه لسيف بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، وعلى المركز الخامس وصلت زاهية محمد بن سير بن يطبع العامري. ونعود إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول هنا بهذه الانطلاقة الجميلة، هنا 6 دقائق هنا أيضا وثانيتين بالوفاء والتمام والكمال، توقيت اهتمام لسالم بن علي بن سعيد بن السبع الدرعي، بينما المركز الثاني سجلت 6 دقائق ثانيتين 8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس هنا على فوز الشايبة لسعيد بن سالم بن نايع بن سالم بن شاوي الغفري، 6 دقائق هنا أيضا وثانيتين 7 أجزاء من الثانية، هناك 6 أجزاء وهي 7 أجزاء من الثانية. توقيته هنا لغزي اللي مساعد بن سويد بن قران المنصوري. تهانينا وناموس على هذا الأداء، انطلاقة